دلوقتي بقى حابين نتكلم معاكم عن مسلسل ما وراء الطبيعة. طبعا المسلسل اللي كل الناس كانت متابعاه الفترة اللي فاتت ولحد دلوقتي لسه بنتكلم عنه ولسه كمان مستنيين الجزء الثاني اللي بنتمنى ان هو يتعمل. يمكن آخر حلقة بالتحديد كان فيها أبطال كده المفروض ان هم من النوبة وبيتكلموا باللهجة النوبية. الأشخاص دول هم كانوا عبارة عن 6 شخصيات، وهم الطفل مؤمن مرعي اللي لعب دور إبراهيم واللي كان سبب أساسي طبعا في لعنة بيت الخضراوي، ووالدته ربة المنزل، وثلاث طبخات، وبالإضافة طبعا لظهور خاص لإبراهيم تاني لما كبر. كل الشخصيات دول اللي ظهروا في الحلقة الأخيرة كانوا بيتكلموا باللهجة النوبية، ويمكن كان باين عليهم قوي اتقانهم للهجه دي. ويمكن في عندنا موروث كده في كل الافلام او كل الدراما القديمه انه لما حد يحب يتكلم لهجه نوبي فهو ممكن يتكلم صعيدي، يتكلم مثلا بطريقه علي الكسار شويه او بطريقه تبين انه هو من مكان مختلف ولكن مش دي اللهجه النوبيه الصحيحه. طبعا الفضل في الجزئيه دي ان هم يتقنوا اللهجه النوبيه كان لمصحح اللغه الاستاذ محمد عمر، ويمكن هو كمان عامل ماجستير في اللهجة النوبية عشان يطلع المسلسل بالشكل والإتقان ده.